في عالم مليء بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة، يتزايد احتياج الإنسانية أكثر من أي وقت مضى لوجود مسار تنموي مستدام يساعد في تحقيق النمو والاستقرار الضروريين لبناء مستقبل أفضل. وفي هذا الصدد تعمل مجموعة مادكور بشغف في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لتساهم في دفع الاقتصاد وخلق بيئة مستدامة تساعد في تحقيق هذه الرؤية. ونظراً للخبرة الهندسية والتنفيذية الطويلة لدى مجموعة مادكور على مدار أكثر من 30 عاماً ونموذج الأعمال المشرف الخاص بالمجموعة، فإنها تساهم في خلق المزيد من الحلول المبتكرة والإمكانات الواعدة ليتم بذلك التحول إلى عالم أكثر استدامة. فمن خلال الاعتماد على أكثر من 3000 موظف كفء، تقوم المجموعة بتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه والحلول الذكية. وهذا لأن العاملين في مجموعة مادكور أصحاب خبرات مميزة نتجت عن سنوات طويلة من استثمار المجموعة في العنصر البشري وخلقها لبيئة عمل مبتكرة، مما ميز الأفراد بالمهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات العملاقة على نطاق واسع. وتتكون مجموعة مادكور من مادكور للمشروعات، مادكور للبحث والتطوير، مادكور لإدارة المرافق، ومادكور للصناعات. وتوفر مادكور للمشروعات حلولاً هندسية وتنفيذية متكاملة للعديد من مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمرافق والنقل، والتي تتراوح من معالجة مياه الصرف الصحي إلى أنظمة النقل. كما تعمل لتوفير الحلول المثالية والسريعة لتنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة ممكنة وفي أسرع وقت. وتتم إدارة البحث والتطوير من قبل خبرات مصرية واعدة تعمل على تطوير التقنيات وبراءات الاختراع الجديدة، بالإضافة إلى المنتجات والحلول الخضراء، حيث يعمل فريقنا حالياً على المدن الذكية والنقل الكهربائي والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة. ومن ناحيتها تقدم مادكور لإدارة المرافق تقنيات ذكية وحلولاً تصمم خصيصاً وفقاً لحجم وطبيعة الأعمال التجارية في مجال المرافق وإدارة الممتلكات. فالمجموعة تحمل ترخيصاً لإدارة وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه لمختلف المجتمعات الصناعية والتجارية والسكنية. أما عن مادكور للصناعات فهي تعمل على تصنيع بعض المواد الرئيسية التي تدخل في تنفيذ مشروعات الشركة لتحقيق مزيد من التكامل والمساهمة وهكذا. وعلى مر سنين من العمل الدؤوب أثبتت مجموعة مادكور جدارتها وكونت العديد من الشراكات العالمية الموثوقة، وذلك من خلال مشاركتها في توفير المرافق والخدمات التي أثرت بشكل إيجابي على المجتمعات، ومن خلال خلق فرص عمل عديدة في بيئة أكثر استدامة، مما ترتب عليه تحسين جودة الحياة للجميع. مجموعة مادكور، حلول خلاقة لغد أفضل.